عقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان في العراق مؤتمرا صحفيا مشترك مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان في الإقليم، قدمت من خلاله مناشدات للحفاظ على الأرواح والممتلكات في ظل الأزمة الراهنة. بعد الأحداث العسكرية المتسارعة واعتزام بغداد على عودة جميع المناطق المتنازع عليها، وبعد مراقبة وتطورات الأحداث، عقد في أربيل مؤتمرا صحفيا مشتركا بين الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق وهيئة حقوق الإنسان في الإقليم. قدمت مناشدات للأطراف المحلية بضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين. نناشد جميع الأطراف بالتمسك بدعوى المرجعية الدينية الرشيدة في الحفاظ على السلم الأهلي وحماية النسيج الاجتماعي تحت مظلة الدستور ومد جسور الحوار واحتواء الأزمة التي شهدت البلاد في الآونة الأخيرة لضمان حقوق جميع العراقيين دون تمييز وابتعاد عن الاشتباكات المسلحة. نناشد السيد رئيس الوزراء بالإيعاز إلى الأجهزة الأمنية وقياداتها كافة إلى بسط الأمن في عموم تلك المناطق التابعة لمحافظتي الكركوك وديالة والحد من مظاهرة التسليح والتوجيه بمحاسبة المثيري ومظاهر الشغب والفتنة بين المكونات والسكان المدنيين. ثالثاً، نناشد وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية والوكالات الأمم المتحدة والمنظمة الهجرة الدولية والمنظمات المؤسسات الخيرية الوطنية والمحلية لتقديم الإغاثة من مواد غذائية وحليب الأطفال ومياه الشرب والمستلزمات الصحية. من جهة أخرى، أبدت مفوضية حقوق الإنسان في الإقليم قلقها الشديد بعد حصول انتهاكات في عدد من المناطق بحسب ما قاله الناطق باسمها، دعت فيه مجلس الأمن إلى التدخل بين حكومة بغداد والإقليم وإيقاف العمليات العسكرية. على مجلس الأمن إصدار قرار بإيقاف إطلاق النار في كافة المناطق مناطق من أجل إنقاذ الضحايا من المدنيين والتدخل السريع للتوسط بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، تشكيل لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق حول نوع الأسلحة المرسلة من قبل التحالف الدولي لقوات البيجمركة والحشد الشعبي والجيش العراقي، تشكيل لجنة دولية خاصة بالانتهاكات التي اقترفها بعض العناصر من الحشد الشعبي والجيش بحق المواطنين ومخالفة الدستور الذي أقر بعدم إقحام الجيش العراقي في حل النزاعات الداخلية وإنما المحافظة على حياة وأمن المواطنين كافة. دعوات أطلقت من المراجع الدينية بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، فيما دعا السيد مقتدى الصدر إبقاء كركوك نموذجا للتعايش ومثالا للوحدة والأخوة الوطنية. بشير الحسن، قناة الفلوجة.